بسم الله الرحمن الرحيم. في الدقائق التالية سنشرح عددا من أدوات التحفيظ والتي يستعملها برنامج الجامع لحفظة القرآن الكريم لتيسير عملية الحفظ، وذلك بواسطة أدوات الحفظ والتي تقع في نطاق الدراسة والواجبات. في البداية سنشرح كيف يعمل البرنامج على تفعيل الذاكرة البصرية. نقوم بذلك باستخدام الرسم العثماني وضمان عدم استعمال أي نص كتابي تقليدي إلا الرسم العثماني حسب مصحف المدينة المنورة. كذلك في برنامج الحاسوب لابد من عرض صفحتي المصحف المتقابلتين معا، بحيث يتذكر الطالب هل الآيات المذكورة هي في الصفحة اليمنى أم على الصفحة اليسرى. كما نرى إن البرنامج يظهر الرسم العثماني لصفحتي المصحف المتقابلتين في الوسط، وعلى اليمين تظهر أدوات التحفيظ التي هي محل درسنا لهذا العرض اليوم. استخدامنا للرسم العثماني لا يمنع من قدرتنا على تحديد الآيات واختيارها. يمكن اختيار أي آية أو مجموعة من الآيات والعمل على حفظها باستعمال أدوات الحفظ على الجهة اليمنى. تكلمنا كيف ساعدنا تصميم البرنامج على تفعيل الذاكرة البصرية. سنتكلم الآن على أن البرنامج كذلك يساعدنا على تفعيل الذاكرة السمعية أيضا. يقوم بذلك بتمكين الطالب من سماع مفرد الآيات لأي مقرئ يختار أو للمدرس، وسماع مجموعة من الآيات، نطاق من الآيات يختار ثم يسمعه إما مرة أو مع التكرار. وسنرى الآن كيف سنقوم بذلك باستخدام البرنامج. سنركز الآن على أدوات سماع القراءة والتي تقع تحت هذه المنطقة تحت باب أدوات التحفيظ. الأدوات هي أدوات طبيعية والتي تستعمل في أي جهاز تشغيل صوت أو فيديو. زر البدء أو التشغيل، زر الإيقاف، وزر الإيقاف المؤقت، وزر الانتقال إلى الآية التالية، وزر العودة إلى الآية السابقة، وزر إعادة التشغيل من البدء، وإضافة إلى زر لتحديد نطاق الاختيار آيات في حال الرغبة باختيار آيات متعددة. سنختار مجموعة من الآيات، 4 آيات، ثم نشغلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. نتوقف توقيف مؤقت ثم نعيد الاستمرار. خلق الإنسان من علق. أو ننتقل إلى الآية التالية والتي تليها. اقرأ والذي أو نعود إلى الآيتين السابقتين. اقرأ وربك خلق الإنسان. اقرأ باسم ربك. سنتحدث الآن عن موضوع مهم جدا لعملية الحفظ، وهو كيف نمكن الحفظ ونرسخه في العقل. التكرار هو أفضل وسيلة لتمكين الحفظ. كيف نتخلص من النسيان؟ النسيان نعمة من نعم الله علينا، إلا أنها لها مساوئ عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى حفظ كتاب الله أو غيره من حفظ المواد العلمية. وهناك معدل طبيعي لعامة الناس، وهو أن ينسى غالبهم 80% مما تعلموه بعد مضي 2 من الحفظ الأولي، ويزداد النسيان مع مرور الزمن ويقل بالتكرار والمراجعة. من فوائد التكرار، التكرار في أول مرة تحفظ فيها يساعد على إجادة نطق الآيات وعلى تمكين الذاكرة القصيرة المسمى بالشورت تيرم ريتينشن. أما التكرار في المراجعة وفي حلقات مراجعة ما تم حفظه في السابق يساعد على تخفيف النسيان من خلال تمكين الذاكرة بعيدة المدى والمسمى باللونج تيرم ميموري. أثر التكرار على الحفظ. قام عالم ألماني في القرن الماضي بدراسة آثار التكرار على الحفظ، وله منحنى مسمى إبينغوس فورغيتينغ كيرف، سنشرحه في الشرائح التالية. إذا حفظنا شيئا كما ذكرنا سابقا بأن ما تمكننا من حفظه سينسى غالبه في خلال 2، بحيث تبقى نسبة المحفوظ تقريبا 20%، وينسى الإنسان غالبا بعد 2 80% من المعلومات.
إذا كررنا حفظ نفس النطاق من الآيات أو من المادة العلمية، فمع التكرار الثاني تزداد نسبة المحفوظ إلى 40% والمنسي ينخفض إلى 60%، وفي التكرار الثالث تزداد نسبة المحفوظ إلى 60 والمنسي يقل إلى 40، وفي التكرار الرابع يزداد المحفوظ، وفي التكرار الخامس تزداد نسبة الحفظ إلى أعلاها، وكلما بعد ذلك زدنا التكرار والمراجعة تمكن تركيز ما تم حفظه في الذاكرة بعيدة المدى. إذن سنقوم في برنامجنا هذا باستخدام التكرار، سنقوم به في الحفظ الأولي لتمكين الحفظ وتقليل النسيان وتجويد القدرة على تحسين النطق بالآيات وإجادة أحكام التجويد. أما على المدى البعيد فمن خلال حلقات المراجعة يمكن زيادة الحفظ وتقليل النسيان بإذن الله. لنتعرف الآن على أدوات التكرار في البرنامج وكيف ستساعدنا على تمكين الحفظ الأولي بإذن الله. أدوات التكرار موجودة تحت هذا البند، وكما ذكرنا سابقا عن أدوات تشغيل القراءة نلاحظ وجود رسم بياني يمثل الصوت، وهناك إبرة تتحرك لتبين لنا أين هي الإبرة مقارنة بموقع الآية قيد القراءة، وأعلى هنا هي أدوات تقليدية موجودة في كثير من برامج القرآن تساعدنا على تكرار الآيات أو تكرار النطاق. نبدأ باختيار مجموعة من الآيات، أو لنختار آيتين فقط. نبدأ بالتشغيل بعد أن نحدد التكرار الذي نريده ليكون مرتين، سنسمع الآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ستعاد الآية. اقرأ باسم مرتين. ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كما رأينا المؤشر تابع، ثم ستنتقل إلى الآية التالية ويعيدها بنفسه المرات، خلق الإنسان ويتوقف بعد ذلك. توقف لأننا أعطينا الأمر بتكرار كل آية مرتين، أي قراءتها مرة ثم تكرارها بعد ذلك مرتين، ليصير المجموع ثلاثة تكرارات، واخترنا آيتين، فلذلك قام البرنامج بتكرار الأولى ثلاثة مرات ثم تكرار الآية الثانية ثلاث مرات ثم التوقف. إن أردنا أن لا يتوقف البرنامج ويعيد هذا النطاق، وهي هاتين الآيتين، عندما يصل إلى النهاية يعيد تكرار النطاق، فنذكر هنا عدد مرات تكرار النطاق، وسيستمر البرنامج بعد تكرار كل آية في نطاق ما والانتهاء من ذلك النطاق بإعادة تكرار النطاق كاملا. الخيار الثالث وهو اختيار التداخل يكون مفيدا عند اختيار عدد من الآيات أكثر من آيتين، فهو يكرر الأولى والثانية ثم يكرر الثانية والثالثة ثم الثالثة والرابعة ثم الرابعة والخامسة. فائدة ذلك هو ربط الآية المحفوظة بالآية التي سبقتها، والعمل دائما على ربط ما يتم حفظه الآن لآخر آية سبق أن حفظها الطالب. ذلك كل ما نود ذكره عن التكرار. بقي ذكر فترة الصمت. لنختار الآيتين الأولتين ونذكر أننا نريد أن نكرر مرة واحدة. فترة الصمت هي فترة تترك ما بين الآية التي تكرر وتكرارها اللاحق ليسمح للطالب بأن يعيد الآية بصوته، وفترة الصمت تساوي صفر، أي أن لا فترة صمت بين الآيات، فيستمر البرنامج بالقراءة بشكل متتالي. أما إن عملنا فترة الصمت تساوي واحد فمعناها سيصمت البرنامج لمدة تكافئ مدة المقرئ لقراءة الآية، وإن اخترنا اثنان أو اثنين فسيصمت البرنامج بين تكرار الآيات فترة تعادل ضعف الفترة التي أخذها المقرئ للقراءة،
وذلك يسمح للطالب بإعادة تكرار الآية عدة مرات، مرتين أو أكثر. سنجرب ذلك بترك فترة صمت تكافئ الواحد، ثم نقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فترة الصمت تسمح لنا بإعادة الآية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن فترة الصمت. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بعد ذلك خلق الآية التالية: من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. بهذه الطريقة يستطيع الطالب أن يكرر مع المقرئ أو ما بين الآيات التي يقرأها المقرئ، حتى يصل عدد التكرار إلى المرحلة التي يرى الطالب أنها مناسبة لإجادة الحفظ لديه. سنتحدث الآن عن تفعيل عملية التحفيظ بمزج الحواس والأفعال معا. إن ربط استخدام حاسة البصر مع حاسة السمع معا يزيد من قدرة المخ على التركيز ويساعد على تمكين الحفظ أكثر. كذلك إن ربط حاسة السماع مع عملية النطق تساعد أيضا على زيادة القدرة على التركيز وعلى عملية الحفظ، وسنشرح في الدقائق التالية كيف استخدمنا هذه الوسائل في برنامج تحفيظ القرآن الكريم. سنشرح كيف يكون تفعيل النطق مع السماع. ذكرنا ذلك باستعمال اسمع وكرر. عندما نقوم مثلا بترك فترة الصمت طويلة، فإن ذلك يسمح لنا بترك فترة لتسمح للطالب بتكرار النطق عدة مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن لدي فترة صمت طويلة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي. وذلك يساعد على التفاعل ما بين السماع والنطق. أما فيما يتعلق بالتفاعل ما بين السمع والبصر فهو بجزئية أخف وأظهر، نقوم بها باختيار مجموعة من الآيات ثم نخفيها ثم نظهر كل آية بعد نطقها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن أرى الآية التي كانت مخفية، تأكدت من أنها فعلا كما حفظ. أقرأ التي تليها: خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. سأظهرها. نعم. الذي علم بالقلم. وبالتالي يقوم هذا بعمل ما كنا نقوم به من وضع اليد على المصحف الشريف لحجب الآيات ثم رفعها لإظهار ما أخفته اليد. يمكننا القيام بذلك كما رأينا بدون سماع صوت المقرئ، ويمكن عمل نفس الشيء مع سماع صوت المقرئ. سنظهر الآية بعد قراءتها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كما رأينا ظهرت الآية وسمعنا مع ظهورها صوت المقرئ. الآية التي تليها: خلق الإنسان من علق. سنقرأ الآن: اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. سنضغط للإظهار: الذي علم بالقلم. وبالتالي مع أداة أخف وأظهر نقوم بتفعيل البصر والسمع والتفاعل من المستخدم من الطالب، ومزج هذه الأشياء معا يساعد على ترسيخ الحفظ وتمكينه. سنقوم الآن أيضا بشرح سريع لوسيلة أخرى تساعدنا على مزج التفاعل ما بين السمع والنطق وترسيخ هذا التفاعل لتمكين الحفظ ولإجادة التلاوة. إنها أداة سجل وقارن. أداة سجل وقارن تسمح لنا بتسجيل صوتنا ثم سماعه ومقارنة هذا الصوت بصوت المقرئ، وهناك فيديو خاص لشرح هذه الأداة بالتفصيل، إلا أننا هنا
سنقوم بعرض هذه الأداة على وجه السرعة. الأداة كما ذكرنا اسمها سجل وقارن، ويمكن تفعيلها بالضغط هنا. نبدأ بتسجيل صوتنا، ثم بعد انتهاء تسجيل الصوت لكافة الآيات المختارة في النطاق يمكن أن نقارن ما سجلناه بصوت المقرئ. نضغط زر التسجيل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نجد أن تسجيل الطالب في الأعلى هنا وتحته صوت المقرئ، فإذا ضغطنا زر التشغيل سنسمع تسجيل الطالب ويليه تسجيل المقرئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والآية التي تليها، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. فإن رأى الطالب بأن قراءته ليست مناسبة سيعيد التسجيل ويستمع إليه مرة أخرى. وكما ذكرنا سابقا فإن هناك فيديو خاص كامل لشرح هذه الأداة لما لها من فائدة جمة. سنستعرض آخر أداة وهي أداة شبيهة بسجل وقارن اسمها سجل وقارن والآيات مخفية. أداة سجل وقارن والآيات المخفية هي شبيهة بأداة أخف وأظهر، إلا أنها تمزج ما بين هذه وهذه. إذن هي مزيج ما بين أداة أخف وأظهر وأداة سجل وقارن. تمكننا هذه الأداة من تسجيل صوتنا والآيات مخفية والانتقال بين آية وآية والآيات مخفية، ثم سماع صوتنا ومقارنة تسجيل صوتنا بصوت المقرئ وأيضا والآيات مخفية، لكن مع إظهار موقع الآية المخفية، مما يربط مكان الآية بالذاكرة البصرية بالصوت المرتبط بهذه الآية. نرجو بذلك أن نكون قد أعطينا عرضا سريعا عن كيف يمكن للبرنامج من أن يساعد الطالب على الحفظ وعلى إجادة الترتيل والتلاوة باستعمال أحدث التقنيات الحديثة والاستفادة من آخر نظريات التعليم. نرجو بذلك أن نكون قد وفقنا بإذن الله لما فيه المصلحة التي تساعد أبناءنا الطلاب على حفظ كتاب الله الكريم إن شاء الله تعالى.